السلام عليكم. اليوم عنا فكرة كتير مهمة، بتمنى انكم تتابعوا الفيديو من البداية للنهاية لحتى تستفيدوا. مثل ما شايفين انا عندي هون كيس البصل. ليه استخدمت كيس البصل؟ استخدمت كيس البصل لانه مثل ما شايفين كيس البصل في فتحات مثل ما شايفين، وانا بهمني هيدا الموضوع. اليوم بدي احط بقلبه الزيت. كتير من الناس مستغربين من هيدي الفكرة، بس قبل ما نبلش بهيدي الفكرة احبائي اللي رح تفيدكن كتير، وهيدي الفكرة انا جايبيتها من الصين. خلينا قبل نحط لايك للفيديو، اكيد اذا كنتوا جدد بالقناة وبعدكن ما اشتركتوا نزلوا لتحت لاسفل الفيديو بصوا اشتراك، فعلوا الجرس، واهم شي تكبسوا على كلمة الكل، وبتمنى انكن تعملوا شير ليستفيد الكل. بداية احبائي بدي افتح كيس البصل لانه بدي احط بقلبه الزيت. في مثل بيقول اطلب العلم لو في الصين. اليوم رح نعمل هيدي التجربة الصينية بامتياز. فتحنا كيس البصل بهذا الشكل. بدي اجيب هلا محارم او كلينكس وبدي اعملهم بهيدا الشكل، وبدي بلش حطهم بهيدي الطريقة. صفتهم لحتى طبعا استفيد منهم بفكرة كتير مهمة. كمان هون هيدي الطريقة، شفتوا كيف صار عندي؟ كمان هيك، شفتوا؟ كمان هيدا الشكل. طيب بعد ما نعملهم بهيدا الشكل رح نجيب الزيت ورح نسكب الزيت داخل الكيس. ومش حيلا زيت، رح ناخد زيت زيتون، رح نسخنهم على النار ورح نحطهم مباشرة على الكلينكس. عندي هون زيت الزيتون السخن، رح نزل عليه الملح مثل ما شايفين، الملح الناعم العادي الموجود عنا بالبيت، ورح نزل الزيت مباشرة، بعملهم بهيدا الشكل ورح نزلهم مباشرة بهيدي الطريقة. شفتوا كيف بهيدا الشكل؟ كترنا مش مشكل ابدا بهيدا الشكل. هيدي الطريقة بشو بتفيدني؟ بكل بساطة لكل سيدة بتضلها واقفة من الصبح لآخر الليل عم تشتغل لعائلتها وعم تخدم ولادها، وبيجي آخر الليل مش حاسة بجرايها بالمرة. حتى للرجل مثلا بيجي من شغله، للبي مثلا بيجي من شغله تعبان كتير ما في عنده جيران من الوجع، بنصحكم طبعا الاثنين تعملوا هيدي التجربة، تجربة صينية بامتياز احبائي. رح نستخدم كمان الشوكة ونعمل ابر صينية بفكرة كتير حلوة. بنحطهم بهيدا الشكل ومندخل اجرنا، ورح نسكر الكيس لحتى نباشر بالخطوة اللي بعدها. بهيدي الطريقة مثل ما شايفين منصير منلف الكيس كلياته بهيدا الشكل مع الزيت اللي طبعا السخن، زيت الزيتون السخن. شفتوا بهيدا الشكل منلفها كتير منيح. وبتجي بتجيب ست البيت شوكة بهيدي الطريقة، منصير نعمل بهيدا الشكل. هيدي تسمى أبر صينية. في مناطق محددة بتكون بقلب الإجر من تحت، هيدي المناطق بتحرك الدورة الدموية وبتخلي كل الأوجاع الموجودة تنسحب. نحنا مش عم نشد، نحنا عم نحط بهيدي الطريقة مثل ما شايفين بهيدا الشكل. فكرة أحبائي مهمة كتير هيدا الشكل. شوفوا قديش رح ترتاحوا. هلأ قوموا عملوها. هلأ بحال ما في عندكم زيت زيتون نهائيا، جربوها بالزيت النباتي مش مشكلة. يعني احنا رح نستفيد من هالدقات الأبر يلي هي طبعا طريقة صينية، بيقولوا أبر صينية، بس نحن طبعا رح نعملها بهيدا الشكل لحتى نستفيد. فكرة مهمة كتير أحبائي بهيدي الطريقة.
بنصير هيك مندخلها. طريقة كتير كتير مهمة، أنا بنصح كلياتكن إنكن طبعا تجربوها بحال عندكن أوجاع كتيرة بمفاصل جريكم من تحت حد أصابعكن على جوانب من هون، كتير مهمة. فيكن تعملوا أكيد الإجرتين وصدقوني شوفوا قدي رح ترتاحوا. فأكيد وقت الإنسان يكون كتير موجوع يمكن بيدور على دواء لحتى يلاقيه، فهوني أنا عم أقدم لكم وصفة مجانية تقدروا أنتوا تعملوها. مش معقول شو بتريح الجيران، مش معقول أحبائي شو بتريح. كمان إذا عندكم مشكلة بيديكم مثلا أو جاع بإيديكم كمان نفس الطريقة، في ناس بيجعوهم الأوتار الوتر بنفس الطريقة أحبائي، منلف بنحط زيت زيتون شوية ملح، زيت زيتون سخن شوية ملح، كمان منلفها على ايدنا من هون، منلفها بكيس بحال ما في عنا كيس بصل، نحنا استخدمنا كيس البصل كمان بس كرمال الفتحات، وبنصير بنعمل بهيدا الشكل. مش معقول شو بترتاحوا، شفتوا هيدول النكزات اللي بتصير مريحة بشكل منا طبيعي احبائي. اذا مش مصدقين هلأ قوموا جربوا الطريقة، طريقة رهيبة رهيبة فعلا. بتمنى طبعا انه الكل يجربها بعد ما تعملوا هيدي الطريقة احبائي. طبعا كل قد ايه فيكن تعملوها، كل يوم فيكن تعملوها، كل ساعة فيكن تعملوها، كل ما تحسوا حالكن تعبانين اعملوها، كل ما تحسوا حالكن متضايقين اعملوها، كل ما تحسوا حالكن موجوعين اعملوها. ما في الها وقت لانه نحن هون عنا كل شيء طبيعي وعم نشتغل يعني عم نشتغل بكل شيء بين داينا طبيعي. يعني احنا يعني فينا انه ما نأجل الموضوع كتير، مجرد ما تعملوها بنفس اللحظة، مجرد ما تعملوا الشوكي هيك رح ترتاحوا. هلأ قوموا عملوها وخبروني تحت بالكومنتات شو رأيكم، شو حسيتوا، وهل هيدي الفكرة عجبتكم، وهل هيدي الفكرة انتو بتعرفوها او لا. انا متأكدة كتير من الناس بيعرفوها وفي ناس كمان ما بيعرفوها، اكتر شي بيعرفوها ببلادنا العربية. فخبروني حضراتكم من اي بلد، هيدا الموضوع كتير بهمني، وهل الافكار اللي عم اقدم لكم اياها هي افكار حلوة مشجعة. وطبعا بتمنى انه الكل يجرب هيدي الطريقة لانها طريقة كتير مهمة. يعني هلا احبائي بدي ودعكم مع تحيات، ان شاء الله تكون فكرة اليوم عجبتكم، جربوها. واليوم فكرتنا من الصين، الى اللقاء.